أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم. معاكم إيمان فتحي في برنامجكم صباحك ترند. وأول خبر النهاردة، الشعر الطويل يزيد من فرص العدوى بفيروس كورونا. قررت الممرضة شي جين وزميلتها اللي بيقضوا ساعات طويلة يوميا في قسم علاج المصابين بفيروس كورونا إنهم يقصوا شعرهم، وده عشان يسهل لبس البدلة الواقية. ووفقا للأبحاث والخبراء، إن الشعر القصير بيقلل من خطر الإصابة بالفيروس وتكاثر البكتيريا، وده لحد من العدوى وتوفير الوقت وسهولة لبس أقنعة الرأس. إطلاق أول مطعم صيني أوتوماتيكي بالكامل مع موظفين الروبرت. تم افتتاح أول مطعم صيني أوتوماتيكي بالكامل في دونغوان مع 46 نوع مختلفا من الروبرت. ويستخدم المطعم الروبوتات في تحضير الطعام وصنع المشروبات، ومش بس كده، ده كمان بيرحب بالعملاء. ووفقا لطاهي، ان قدرة اجهزة الكمبيوتر الموحدة تجعل الروبوتات تتحكم في الذوق بشكل افضل من البشر. الدول العربية تدعم صفقة القرن لعام 2020. كشفت القناة 13 ان بعض الدول العربية هتم دعم الخطة الامريكية للسلام في الشرق الاوسط، والمعروفة باسم صفقة القرن اعلامين، واللي تم الاعلان عنها. وقال باراك بن رفيد وهو احد مراسلين القناة الاسرائيلية ان احد المسؤولين العرب واللي ما كشفش عن اسمه صرح ان في حال سمحت الصفقة لإسرائيل بضم أراضي الضفة الغربية هيتم تجاهل الصفقة. وأضاف ان دول الخليج العربي المتمثلة في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان مش من المتوقع ان هي تعارض الصفقة الأمريكية، بل بالعكس هتصدر بيانا داعما ليها وهتعتبرها بداية طيبة. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني واخبار حول العالم. انهيار ملعب رياضي في روسيا فوق رؤوس العاملين. خطط المقاولون الروس بهدم ملعب بورسكي الرياضي في مدينة سان بطرسبرغ، اللي ان مفاجأة غير سارة كانت في انتظارهم، وهو انهيار الملعب بالكامل فوق رؤوس العاملين، وده أدى لوفاة أحد العاملين تحت أنقاض السقف اللي بتبلغ مساحته 28 ألف متر مربع. وبيظهر الفيديو عامل بيقوم بأعمال الترميم الخاصة بالسقف، وعامل آخر داخل الكابينة، والعامل بيحاول يائسا النجاة في حياته. جدل في التواصل الاجتماعي حول ختان الإناث بعد وفاة الطفلة المصرية ندى حسن. اشتعلت وسائل التواصل بخبر عملية ختان بمحافظة أسيوط واللي أدت لوفاة الطفلة ندى حسن. وطبعا النائب المصري المستشار حسن الصاوي، وهنشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. مين اللي قال إن الختان عفة للبنت؟ عفة البنت في أخلاقها، والأخلاق بتيجي من البيت، من التربية، من الأب والأم. هتقولولي ده سلو بلدنا، طلعنا ولقينا نفسنا كده. طب ما هو العلم نور، والطب بيقول إن الختان ضرر للبنت ولجسمها، لا يقدر يصونها ولا يعفها. مستقبل بناتنا بين ايدينا، وفكروا مرتين. باهي بنت مصريه.
وطبعا النائب المصري المستشار حسن الصاوي قام بحبس والدي الطفلة والطبيب المسؤول عن عملية الختان. وصرحت المغنية الإفريقية إينا موجا وأرسلت رسالة لجميع الفتيات في جميع أنحاء العالم اللي مروا بنفس الأزمة. وبعد ما هي نفسها مرت بنفس الأزمة وهي عملية الختان في صغرها واللي أثرت فيها بالسلب وأخذت قوتها من الموسيقى. وطبعا ختان الدولة بتحاربه دلوقتي لأنه عادة سيئة جدا وانتشر من زمان ولازم نقضي عليها. وطبعا زي ما شفت في الفيديو الحملات الإعلانية نازلة من زمان والخاصة بالتوعية عشان فعلا نربي جيل بدون تعقيدات أو بدون رهب. وطبعا الختان ده عادة سيئة جدا والله يرحم الطفلة ندى حسن. وسبب وفاتها ان هي تلقت صدمة وهي عندها 14 سنة. وتم القبض على الطبيب وهو دكتور نساء وتوليد على المعيش واللي انكر بعد كده عملية الختان وقال ان دي كانت عملية تجميل. من الأب والأم. كان معكم إيمان فتحي في برنامجكم صباحك ترند. طلعنا ولقينا نفسنا كده. طب ما هو العلم نور والطب بيقول إن الختان ضرر للبنت ولجسمها. لا يقدر. حلقة النهاردة خلصت. كان معاكم برنامجكم صباحك ترند معاكم أنا إيمان فتحي. شكراً.